عليه العافية دكتور. لازمكم دم؟ هو سلبي، ما هيك؟ هاي زمرة دمي كمان، مو هيك دكتور؟ شو يلي بتقصده؟ صدقني بس سمعت زعلت كتير، مو ملاقيين دم، عم تدوروا ومبهدلين حالكم وعم تتعذبوا كتير، وما دام دمي بيمشي حاله، جيت لأتبرع بدمي. قلت بعمل معكم معروف، يمكن يفيدني بالجهة التانية، مين بيعرف يمكن بهاي الجهة كمان. اسمعني منيح، مو لازمنا دمك أبداً. بيلزمنا دم نظيف، المي مع السم أحسن من دمك. لا تحكي حكي كبير دكتور، ولا تعاند، الدم مو شي بتاخده من عند البقال. أنا هلأ رح أثبت لكم قديش أنا رجال مهم، الدم اللي ما حدا عنده منه، عندي أنا موجود. لا، مستحيل هالشي. ممرضة خانم، اعملوا التحاليل إذا ممكن، يمكن يلزمكن ما، أو ممكن يغيروا رأيهم. تفضل. خالتي، من شان الله يا خالتي لاقوه. شو بدي أعمل؟ لا تعال، تفضل. نحتاج لهالدم الفاسد. خلطوا الجرح. العملية خلصت، الدم جاهز؟ في واحد بس ممكن إنه يتأخر، قديش معنا وقت؟ مع الأسف ما عنا وقت بنوب، نحن هلأ لازم نعطيه الدم فوراً، وما عنا وقت نضيعه أبداً. الأستاذ اللي هون زمرة دمه مناسبة دكتور. لا دكتور لا، أصحكم تاخدوا من دم هذا الرجال لتعطوه لابني، وإذا اضطريت إني موت رح موت، بس ما تاخدوا من دم هذا الرجال لابني. أنت أدرى يا ممرضة، أنا عملت خير وتارك شغلي وأعمالي كرمالكن، بس أنتوا أدرى، كأنه يعني مأثر علي كتير إذا ما أخدتوا دمي. تصطفلوا إذا ما بلتوا تاخدوا دمي، شو أعمل أنا؟ نعم دكتور. ممكن تعطيهم دم؟ لا طارق، لا. رجاءً ديالا، كوني متفهمة شوي، هلأ حياتك وحياة ابنك يلي بخطر، أنا ماني مستعد خاطر فيكم أنتوا الاثنين، رح تقدر تعطيه؟ ما دام ترجيتني وما دام عم تتوسلي لهي الدرجة طارق، يمكن أنا بشي يوم أحتاجك، وأكيد رح استفيد من الدم اللي رح يمشي بعروق ابنك من هلأ ورايح، ما هيك؟ ما عنا وقت هلأ، تفضلوا جهزوا الدم. تفضل معي لو سمحت. ديالا، ما عنا حل تاني منوب، بعد هذا الوقت وين رح تلاقي دم؟ سمعتي للدكتور؟ لا طارق، اسمعني منيح طارق، لا، ما بدي دمه، خليهم ياخذوا من دمي ويصير اللي بده يصير، أنا رضيانة، بس لا تخليهم يعطوا ابني من دم هذا الرجال، بترجاك.